عليه في الارتسامات ارتسامات ديال اللاعبين. ايه كاين بدا راه باين اليوم حدث كبير فوز البطوله بعد ما توحوا شحنا الفوز لكن الفريق شي من رابع السيس كيفوز بلقب قلنا اللاعبين الله يسلموا في الدوري وارتسامات لاعبين كانوا مع خشمان في هذا المنافسه هذا البلد تحس يعني مخشن اخ اللي صار كلمه واحده فريق ما راحش اللي قاعد حارس نجم ضرب الجزاء تكلم هذا المنافسه اليوم القانون عندنا بزاف، اليوم الظهر عندنا بزاف، هذا هو اللي نقدر نقول. يعني المهم هو الفوز الدوري واللعبة في الشامبيون. شامبيون ديما شامبيون.